تنقسم شعوب الغجر بشكل أساسي إلى الرومان في أوروبا والدومر في الشرق الأوسط. برعاية بلدية البيولو ومنظمة لوري جيبسي سوسايتي ينظم اليوم هذه الندوة حول الرومان الذين يعرفون في المجتمع التركي باسم تشينغانا أو الغجر، هذه الطبقة من الناس الذين عاشوا في تركيا منذ العهد الروماني، أي أنهم أقدم من العثمانيين لا يزالوا إلى يومنا هذا يعيشون، لكنهم يعانون من مشاكل تهميشية. اليوم هذه الندوة سوف تناقش هذه المشاكل وسبل إيجاد الحلول لها. توجد آراء مختلفة بشأن تاريخ الغجر وأصولهم، يقال أن هؤلاء القوم أصلهم من شعوب الهند وإيران ومناطق وسط وجنوب آسيا، هاجروا من أراضيهم في حوالي القرن الرابع الميلادي، وقد أوضح بعض المؤرخين أنهم في أواسط القرن الخامس عشر وصلوا إلى مناطق المجر وصربيا وباقي بلاد البلقان الأخرى، ثم بعد ذلك انتشروا في بولندا وروسيا، واستمر انتشارهم إلى أن بلغوا السويد وإنجلترا في القرن السادس عشر الميلادي، كما استوطنوا في إسبانيا بأعداد كبيرة. حياة الغجر في تركيا يعيشون يوما بيوم، ولا يهمهم الفقر أو الوضع المزري الذي يعيشونه، فهم من أكثر الشعوب حبا للحياة واستمتاعا بزينتها، ويتخذ معظمهم من العزف والرقص في المقاهي والحانات مصدرا للعيش. لا يتناسب سعي الغجر لتأمين قوت يومهم مع تفكيرهم في الغناء والرقص وأساليب إمتاع النفس، ويفسر كمال الروماني ذلك بقوله: نحن جد راضين بظروف معيشتنا، وندعو الله يبقي لنا رئيس بلديتنا الذي يعيش دائما مشاكلنا ويجد لها حلولا، فهو فرد منا هكذا نعتبره، وندعو الله أن يحفظه. وكما تشاهدون فنحن اليوم مجتمعين واتينا إلى هذا المكان، بل وعزفنا الموسيقى. نظمت بلدية البيولو بشراكة مع منظمة جيبسي لور سوسايتي ندوة من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها الغجر أو المنحدرين من أصول رومانية في المجتمع التركي، وقد كان لنا لقاء مع رئيسة المنظمة إلينا ماروشياكوفا. يمكننا اعتبار الغجر ينحدرون من أصول سلافية وتشيكية أو بلغارية أو حتى روسية، وبالتالي فجيبسي هي المعنى العام أو المظلة التي ينطوي تحت ظلالها ليس فقط المنحدرون من أصول رومانية، بل كذلك أقليات أتت من آسيا الوسطى. إنه خليط من الصعب جدا تقييمه. لقد عرف الغجر عبر التاريخ بأنهم شعب دائم الترحال، لكن بقي الغموض التام مسيطرا على أصولهم، وزاد في صعوبة ذلك أن الغجر أنفسهم مع مرور الوقت غير متأكدين تماما من مصادرهم، وهم على شيء كبير من التناقض في روايتهم التي تقارب أحيانا كثيرة حد الأساطير.